هذه صالة تم تجهيزها وتحضيرها لمراسم تقام لطفل أمريكي، طفل وضع على رأسه خوذة واقية للملاكمة، ومن المقرر أن يجري سباق للملاكمة. إنه لا يعرف من هو خصمه الذي يريد ملاكمته، وفجأة سمع صوت الخصم يشتت فكر الطفل، ثم يردد كلمات هستيرية ويقول: أبي أبي أبي، هل هذا أنت يا أبي؟ Come on, Ship. Come on. Is that what we got? Daddy? ينتزع الواقية من على رأسه، وبرؤيته لأبيه العائد من حرب العراق يركض ويضمه بشدة. الجميع يصفق، والبعض الآخر يجهش بالبكاء على هذا المشهد الدرامي، لكن لا أحد يسأل هل هنالك في ذلك المكان الذي عاد منه الوالد أطفال يحتضنون آباءهم على هذه الشاكلة أيضا؟ ربما تمكن المصور البريطاني كريس فلويد أن يقدم أفضل توصيف لهذه الحالة، ففي عام 2011 قام بتوصيف أوضاع الأطفال في العراق قائلاً: يمكنك أن تشاهد أشلاء الآلاف من جثث الأطفال العراقيين المتراصة ما بين رضيع وأطفال المرحلة الابتدائية الذين إما ماتوا حرقاً وهم أحياء، أو تمزقت أجسادهم بالرصاص الناجم عن الهجمات الأمريكية المتتالية على أطراف المدن العراقية. والواقع أن ما حصل في العراق هو أن هذه الجثامين الممزقة تم تركها في العراء، وجوههم سوداء متفحمة، وأمعاؤهم متناثرة على الأرض، وعيونهم تنظر إلى الفراغ. لطالما صدرت عدة تصريحات كهذه حول أطفال العراق من قبل المراسلين والمصورين الذين واكبوا الاحتلال الأمريكي لهذا البلد. ليس هذا وحسب، بل أن الوضع المؤلم للأطفال العراقيين الناجم عن الغزو الأمريكي طالما جعل العديد من الصحفيين أن يكسروا صمتهم ويطلقوا تصريحات مرة عن هذا الواقع الأليم. ففي 2006 نشر روبرت فيكس مقالاً كتب فيه: لقد فقد الكثير من أطفال العراق حياتهم على أثر احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية أو القصف المباشر للطيران الأمريكي على المدن العراقية والبنايات السكنية. لكن موت الأطفال العراقيين لم يقتصر على الهجمات الوحشية خلال الهجوم البري للقوات الأمريكية وحسب، بل في بعض الأحيان أن ما يزرعه الأمريكيون من ألغام ومتفجرات في الأرض باتت هي الأخرى تحصد أرواح الأطفال العراقيين الأبرياء أيضا. فحسب الإحصائيات التي نشرت عام 2011، فإن 25 من ضحايا الألغام هم من الأطفال الذين لا يتجاوز أعمارهم 14 عاما. وأما الإحصائيات التي تتناول المعوقين بسبب المواد المتفجرة من مخلفات الحرب تؤكد أن عددهم قد بلغ في عام 1991 حوالي 5500 شخص، وازداد هذا العدد عام 2007 إلى 80,000 شخص، وما يقارب 10% من هذه الأعداد قد وقعت في صفوف الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 14 عاما. قدمت هذه الإحصائيات وخلال السنوات الماضية صوراً مؤلمة ومرعبة عن جرح وقتل الأطفال العراقيين للعالم، العالم الذي يرى بعينه لكنه اختار أن يلتزم الصمت، ذلك لأن هنالك قوة غاشمة تسمى أمريكا قامت في عام 2003 وبذريعة كاذبة ومفبركة تتلخص في كشف أسلحة الدمار الشامل، قامت بغزو واحتلال العراق، حجة لم يتمكن أحد إثباتها إلى الآن. لكن النتيجة التي ترتبت عليها لم تخلف لأطفال العراق سوى الألم والموت. ففي عام 2012 تم نشر إحصائية تتحدث عن موت أكثر من 1,000,000 طفل عراقي بريء جراء الغزو الأمريكي للعراق، إحصائية قد ترقى إلى التطهير العرقي للعراقيين.